نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، مشرف. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء منهوب، وكابتن اسامه عرابي، والكابتن علي عبد الرحمن. اهلا كابتن. تحياتي ليكم ومبروك للنادي الاهلي، مبروك على الفوز وعلى الثلاث نقاط، وهارد لك لنادي فاركو. وزي ما كابتن ايمن قال، الهدف دوت هدف غالي، دفعه قويه جدا جدا في المباراه القادمه. كابتن ايمن، يمكن كابتن شريف كان معايا دايما واحنا بنتفرج وبنتكلم في حاجه مهمه جدا جدا. وهنا احنا من خلال قناه النادي الاهلي كابتن علاء مش بنيجي نحلل الحالات التحكيميه، ولكن احنا بننقد نقد بناء، بنوصل رسائل لكل من هو مسؤول عن التحكيم كابتن اسامه. خاصه النهارده احنا طالعين من كاس العالم، اللي المفترض احنا كلاعبين وكمدربين نستفيد، اجهزه فنيه وكحكام نستفيد من الدروس المستفاده من كاس العالم كابتن. وكانت اهم شيء كابتن شريف زي ما حضرتك قلت، الوقت بدل الضائع. صح. وانا هنا بوجه رساله لكلاتنبرج الخبير الاجنبي اللي كان قاعد موجود في كاس العالم بيحلل في الفتره دي كلها تقريبا اكتر من شهر. شفت حضرتك ازاي بيتعاملوا مع الوقت بدل الضايع يا كلاتنبرج؟ كنت اتمنى يا كابتن شريف يطبق. رجعت يا ريت تطبق، خاصه ان احنا مش بنتكلم في تعديل قانون يا كابتن ايمن. صح. تاني ده مش تعديل في القانون، ولكن القانون نص على انك انت كحكم تحسب الوقت الضايع، خاصه في سدلات لاعبين، اصابات لاعبين، تسجيل اهداف، اضاعه الوقت للاصابه. كابتن احنا اتضحك علينا الشوط الثاني كابتن. والله انا بتكلم النهارده، انا رساله لحكم الميدان طارق يا مجدي اللي بقالك تقريبا من 24/8 حتى الان ما لعبتش مباراه للنادي الاهلي، كان اخر مباراه ليك كانت الاهلي وانبي في الجوله 32. يا طارق تراجع بعد فتره غياب، على الاقل على الاقل طارق لابد انك انت تعبر عن نفسك. احنا بنتكلم في الوقت، طارق انت احيانا كنت بتساهم في اضاعه الوقت. صح. يعني انا لما اروح احذر لعيبه في ال 18 يا كابتن واخد دقيقه تحذير، طب لازم احطها في اعتبار. صح. ده اسمها اضاعه وقت. انا هرجع لكابتن بيرج تاني، مستر كابتن بيرج، حضرتك رجعت بعد كاس العالم. انا الحقيقه طبعا للاسف مش شايف فيه تطوير يا كابتن شريف. مش شايف فيه تطوير حتى ولو حتى في عنصر الوقت بدل الضائع. الشوط الاولاني لو انت هترجع الماتش يا كابتن علاء، لا بجد مش اقل من 7 دقائق. صح. وقت بدل ضائع الشوط الاولاني. انا اتفوجئت 3 دقائق، وده حرام مش للنادي الاهلي. هنتكلم الوقت ضايع، ده حق للفريقين يا كابتن اسامه، لهنا ولهنا. الشوط الثاني بقى تعال نتفرج، في 6 دقائق ضاع منهم 6 دقائق. صح. ما تلعبش منهم حاجه، ومع ذلك يعني النادي الاهلي سجل هدف في الدقيقه 96، هدف صحيح 100%. ولكن من هنا بنقول يا جماعه خلي بالكم، حقوق اللعيبه لابد ان هي تؤخذ عن طريق القانون وليس غير القانون. اتمنى يا كلاتنبرج، الجوله اللي فاتت ما شفناش التحليل بتاعك طلع. الجوله اللي فاتت هناك ركله جزاء لعلي معلول ما فيش فيها كلام. اتمنى فين التحليل؟ فين تحليل الجوله 7؟ عايز اشوف راي حضرتك ايه في ركله جزاء علي معلول التي لم تحتسب، وفي اخطاء اخرى وفي ماتشات اخرى لم يعني حتى الان هذه اللحظه كابتن شريف ما شفناش تحليل الفيديو بتاع كلاتنبرج. تطوير يا جماعه، محتاجين التطوير، اللي جاي صعب بالنسبه لطاقم التحكيم.